بعد كده روحت البيت لقيت والدي جاي بيديني صوره كده، واحده اموره قوي جميله يعني شبه جودي فوستر كده، عارف جودي فوستر؟ عينين زرقاء وبياض وحاجه، احب يعني الجمال الاوروبي ده. فقال لي مش تقول لي ساره بقى، ساره دي بنت يعني كانت راقصه استعراضيه في احدى الملاهي الليليه. كنت بحبها جدا وكنت عايز اتجوزها وكنت مقتنع بيها قوي وما زلت يعني. واكتر واحده زعلت عليها في ال 22 اللي حبيتهم. فكل شويه بقى كانت مثلا اسيب واحده خطيبتي مثلا بسبب اي حاجه وتبقى عايز تاكل عليا الشبكه، فانا ام عير اهلي بقى اقول لهم شفتوا كملها ساره بقى دلوقتي كده يعني. وواحده تانية كانت تعرف هيثم، تبقى راجع سكريبت هيثم، قاعد انا اقول لهم كملها ساره يعني. فهو والدي بيقول لي بقى كمل يعني، شوف بقى احلى من ساره وكده، تروح تشوفها انت والدتك النهارده. قلت له روح دلوقتي، بس انا يعني علشان امور وكده البنات الحلوه مش بتجي لي كتير. المهم رحت انا ووالدتي، والدتي تقول لي يا محمود البنت دي مطفشه حاجه وخمسين عريس. اقول لها لا ام محمود احنا رجاله قوي. تقول لي والله العظيم يا محمود انا حاسه ان ابوك عامل فينا مغرز. لا لا ام محمود احنا رجاله قوي، هاتيها لي دي دواها عندي. خليني اكلمكم عن داليا شويه. كما قال الشاعر حسن المرواني لا مفتناني بزرقاء العيون ولو ربوا جمال عينيك ما لا مفتناناتي. او الكعبه الشريفه. مسكرك حبيبي انت مظبطني وربنا، وانت مظبطني. فداليا شخصيتها قويه، هي مش مسترجله، هي دكتوره جراحه وشخصيتها قويه جدا وفيها حته يعني تسال السؤال عايز اجابه بسرعه. محمود انت فين؟ انا فانا لا في الشغل يا داليا في الشغل. او مثلا لو الاجابه مش عاجباها، محمود انت كنت فين الساعه 7؟ كنت نايم. هم عامله لي كده عشان ارد بسرعه. وليها ماشي يعني تمشي كده بص قدامها بس. المهم احنا لما رحنا لهم ما كانتش هي لسه جت من الشغل، يعني معظم البنات بياخدوا اليوم ده اجازه او بيختاروا في يوم اجازه صح. لا داليا كانت في الشغل، وزي ما قلت لكم هي دكتوره جراحه يعني وكده. اول ما دخلت قامت مسلمة على والدتي وقامت مسلمة عليا كده من غير ما تبص لي ولا عملت كده بس. قامت قايلة لمامتها ايه يا ماما فين العريس اللي قلت لي عليه؟ انت قايل لها انا اكيد انا مفيش غيري. قامت تلاقي ده ماما ده ماما ده عايز يتجوز ده هات له ادخال ده. قامت قالت لي طب ثواني بس هشوف حاجة عشان انا كنت بعمل عملية دلوقتي لو اكون عملت فيها حاجة غلط وهبقى معاك. قعدت فتحت اللابتوب وقعدت جنبي، يعني المفروض البنات بتتكسف تقعد بعيد، لا مش داليا. قعدت جنبي وفتحت اللابتوب ومصوره بقى العمليه وهي شغاله تقطع في الراجل. انا خفت. انا قلت دي شكلها فامباير مصاصه دماء وبتاع. مش هقول لكم بقى بحترم شريكه حياتي ولازم، لا كنت قاعد خايف. خايف بجد. فالمهم هي عماله بتعمل العمليه في الراجل قامت متعوره في ايديها تعويرات كبيره قوي. ما قالتش ولا اي حاجه يعني انا تعورت زي دي وكان ممكن اروح فيها. هي قامت من ايه قامت عامله ازاي؟ طيب. فانا قمت متنح للشاشه باصص لها باصص على التعويره باصص لماما. قامت ماما قالت لي احنا رجاله قوي. بعد كده قامت ميلاديه واحد قالت له يا عيد يا ولد خد خياط دي. فعيد ده جه قعد يخيط لها التعويره على الواقف من غير بنج ولا اي حاجه وهي ما بتقولش فامباير. عمال يخيطها لها وقام حاطط لها امير اللي احنا بنلزق بيه الحاجه ده. فانا متنح للشاشه باصص لها باصص على التعويره باصص لماما. ماما قالت لي احنا رجاله قوي. قلت لها لا ام محمود لا احنا مش رجاله. قامت قالت لي يا ابني والله انا حاسه بيك ده انا مش عارفه اقول لها ان احنا عايزين نروح. قلت لها يا ام محمود انا مش عارفه اقول لها عايز ادخل الحمام. قامت قالت لي انا نفسي اسالك سؤال واحد بس يا ابني كملها ساره. قلت لها قولي لي انت بقى كملها ساره. بعد كده قامت قافله اللابتوب قالت لي محمود انا عايزاك تعرف حاجه مهمه قوي. انا لازم الراجل اللي هيتجوزني يكون عنده طموح وعنده احلام. انت ايه احلامك؟ قلت لها لا انا عندي طموح وعندي احلام، يعني انا من ضمن احلامي اللي بسعى لها كتير ان انا اصحى من النوم الاقي هيفاء وهبي مراتي
وتجيب لي بقى ايه المربى ام قشطه او زبده حسب يعني على السرير كده في الترابيزه دي وبسعى في الموضوع ده كتير. قالت لي يعني تعمل ايه؟ يعني تشتغل تمثيل ولا غنى ولا بتاع؟ قلت لها لا انا بنام كتير يعني عشان احقق الحلم ده. فقالت لي طب اهم حاجه احس معاك بالحمايه، حس انك تقدر تحميني. قلت لها طبعا ده انا عامل خطه للموضوع ده. قلت لها يعني مثلا لو انا وانت ماشيين في شارع ضلمه وطلع علينا واحد حرامي هضربه واعطله عشان اديكي فرصه تهربي. قالت لي طب ولو اتنين؟ قلت لها هضربهم ولو ما عرفتش اضربهم هعطلهم واديك فرصه تهربي. قالت لي لو ثلاثه؟ قلت لها هضربهم واحاول اعطلهم واديكي فرصه تهربي. قالت ولو اربعه؟ قلت لها لا عطليهم انت واديني انا فرصه اهرب. خدت والدتي ومشيت يا جماعه وعمال اتخيلها مثلا لو هي مثلا حامل هتبقى عامله ازاي؟ مش هتبقى ماشيه زي البنات كده تعبانه، لا هتبقى ماشيه كده بكل ثقه، عندها الست عضلات دول مش عارف الست ايه، المهم يعني انتوا عارفينهم ايه؟ اه تقيلك انا في الانجليزي ده. ف وقعدت اتخيل لو ما تيجي تخلف، عارفين الموضه اللي هم بيصوروا عمليه الولاده، في ناس بتحب تصورها الموضوع ده. اه والله شفتها قبل كده كتير. دخلت بقى ان بنتها هتنزل، اول ما تنزل محدش يمد ايده على لا لا هننزل، مين فيكم بابا؟ مين فيكم؟ لقيت والدتي بتقول لي يا محمود البنت عجباني وعجب ابوك. قلت لها بقى جوزها لابويا.